اكسيدنت عنده مرحبا. إذن في إطار الحركة الجزئية التي أجراها السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك رؤساء والنواب نعم رؤساء والنواب نعمون لدى المجالس القضائية يوم 3 أوت 2021، وتبعا للإرسالية الصادرة عن وزارة العدل المديرية العامة للموارد البشرية رقم 1550 ميم عين ميم باء 23 مؤرخة في 3/8/2023. وبعد الاستماع إلى التماسات السيد النائب العام الرامية إلى تنصيب السيد الخضراء قادر نائبا عاما لدى مجلس قضاء عين تنشن، أعلن رسميا بتنصيب السيد الخضراء قادر نائبا عاما لدى مجلس قضاء عين تنشن، مع تمنيتنا له بالتوفيق إن شاء الله والنجاح في مهامه الجديدة. كما لا أفوت هذه الفرصة وأشكر السيد النائب العام سيد محمد معطى الله على المجهودات الجبارة التي قام بها طيلة هذه السنة وإشرافها على المجلس مجلس عين تنشن، وأتمنى له التوفيق إن شاء الله في مسيرته الجديدة وفي مجلسه الجديد إن شاء الله. مع أمر السيد أمين ضبط جلسة بتحرير الشهادة لتنصيب السيد رضارة قادر نائبا عاما لدى مجلس قضاء تنشنت، ويرجع إليه عند الحاجة بالتاريخ هذا اليوم. وعلي ألتمس من السيد الرئيس الأول للمحكمة العليا أن يتفضل مشكورا معنا لإلقاء كلمة ومرحبا بك سيد الرئيس.